الآن إلى ملف العلاقات الأمريكية الصينية. وأكد كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الصين وانغ يي خلال لقاء مع وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر في بكين أن تطويق الصين أو احتوائها أمر مستحيل. وأكد وانغ المسؤول الأمريكي السابق أنه يتعين على الولايات المتحدة أن ترسم خطا واضحا فيما يتعلق بما وصفه الأنشطة الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، وذلك إذا كانت تأمل في تحقيق الاستقرار في مضيق تايوان. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، إذن كيف تتم متابعة هذه الزيارة ومجمل اللقاءات اللي قام بها ربما عميد الدبلوماسية الأمريكية كيسنجر لتعتبره بكين كواحد من أصدقائها حلفائها القدماء؟ كيف تتم متابعة هذه الزيارة؟ أبرز الرسائل الموجهة إليها، خاصة اللقاء مع وزير الدفاع الصيني اللي رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة بطلب من الجانب الأمريكي. نعم إيمان، بالفعل وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر تمكن على الأقل خلال هذه الزيارة، وهي ليست الأولى إلى الصين في حقيقة الأمر، من لقاء أكثر من مسؤول رفيع المستوى كما ذكرت، أبرزهم وزير الدفاع الصيني، وهو الوزير الذي رفض مقابلة بلينكن خلال زيارة له إلى سنغافورة لأن عليه عقوبات أمريكية، وكان الجانب الصيني اشترط رفع هذه العقوبات حتى يتم اللقاء بين الوزيرين. أول ردود الفعل من الإدارة الأمريكية ومن الولايات المتحدة الأمريكية هو أن هذه الزيارة هي زيارة شخصية وخاصة. كيسنجر ورغم أنه له باع طويل في السياسة الخارجية الأمريكية، بل حتى أنه هو من فتح باب الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في السبعينات بعد أن باءت العديد من الجهود بالفشل خلال ستينات القرن الماضي. متحدث باسم الخارجية الأمريكية قال بأنه لا يمثل الإدارة الأمريكية في هذه الزيارة ولا تصريحاته أيضا، رغم أن هذه الزيارة كانت محور نقاش بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن وبين كبير المسؤولين الصينيين للخارجية خلال زيارته إلى بكين. البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذه الزيارة عن بعد، والتصريحات التي يدلي بها كيسنجر هي غير يعني مستغربة، لأن كيسنجر معروف بمقاربته للعلاقة الأمريكية الصينية ودعوته الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون لربما شريك للصين ولا تعامل الصين الند بالند، وأن الصراع الذي يمكن أن يبدأ بين الولايات المتحدة الأمريكية قد يتحول إلى حرب لن يكسب فيها أي طرف. هذا ما يقوله كيسنجر طيلة الفترة الماضية، سواء خلال زياراته للصين أو حتى خلال مداخلاته والأبحاث التي يقوم بها. طبعا الخارجية الأمريكية رفضت المضي بعيدا في التعليق على هذه الزيارة، وقالت إن بلينكن كان على معرفة بها، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تبني أي من التعليقات التي أدلى بها كيسنجر، بطبيعة الحال لأنه ليس مسؤول ضمن هذه الإدارة. نعم بالتأكيد، شكرا لك يا أمينة سريري مراسلتنا من واشنطن.